الاخير هو تغيير المدربين والانتدابات. ما نقولوش الفاشله، الانتدابات اللي ما حسنش مستوى الفريق كالترجي الرياضي التونسي اللي ينتظر احبائه وجماهيره لاعبين ممتازين. لانه يعني عودنا الترجي انه الانتدابات تكون نتاعو ناجحه، لكن في السنوات الاخيره هناك ما نقولوش فشل لكن انتدابات ما نجحتش مع تغيير المدربين. ونعرفوا لما استلم خالد بن يحيى الفريق كان منهار بدنيا وذهنيا. بدنيا انه الفريق تحضيراته كانت سيئه في بدايه الموسم وخروجه كبير. مشاهدنا انا حكيت كثير مع خالد بن يحيى انه الفريق اللاعبين ما عادش عندهم ثقه حتى في انفسهم. ونعرفوا لاعب في الترجي اذا ما عندوش شخصيه صعب انه ينجح ولو حتى لاعب ممتاز من الناحيه الفنيه، لانه الترجي يتفرجوا فيه 3000 4000 متفرج في التمارين، ترجي في كل اسبوع، ولهذا محتاج انه خالد بن يحيى يقوم بعمل كبير، وهذا ما خلى المدرب يعمل تغييرات كثيره للفريق حتى يلقى التشكيله المثاليه. اولا حضر الفريق من الناحيه البدنيه وهذا مو سهل ومعانا مدرب، ثم حضر الفريق من الناحيه الذهنيه، لان الفريق شاهدته في عديد المناسبات بدايه مع خالد بن يحيى انه الفريق خايف من المسؤوليه، لاعبين ما ياخذوش مسؤولياتهم، لاعبين خايفين من الهزيمه. ولهنا انه فريق الترجي اللي عودنا اللاعب لما يلعب يلعب للفوز يحب يفوز ولو خارج القواعد نتاعو، اليوم لاعب الترجي انه يخاف من الهزيمه، ولما تخاف من الهزيمه بطبيعه الحال تفقد الكثير من الامكانيات. لكن هناك تحسن كبير في الاسابيع الاخيره، مباراه النجم اعطتنا مؤشرات ايجابيه من الناحيه البدنيه وخصوصا التكتيكيه. اليوم صحيح ما عندوش لاعبين كبار في الفريق لكن عنده امكانيات، معناتها باش يلعب الادوار الاولى. ما هي الادوار الاولى نقول في الترجي؟ انه يحضر فريق للمستقبل، ولازم انتدابات في الترجي. ما يكفيش ان الترجي متواجد في المرتبه الرابعه الوقت الحاضر، ولو يفوز يمكن يسمح في المرتبه الثانيه، لكن ما نغلطوش. انا باش نرجع لك الانتدابات كابتن طارق، نرجع لك بعد قليل الانتدابات. وهل نيونغ يعني تشوفوا انه يبقى في الترجي او يجب ان يغادر الترجي؟ ولكن في بحر هذا الاسبوع طارق ثابت قام بتصريح وقال انه صعب جدا انه يبقى في الترجي الرياضي التونسي، وتعرف قدم استقالته من الترجي الرياضي التونسي وقالها. قالها تعرف انت طارق ثابت يعني بلغتنا يعني متخلق، ويعني لما يحكي شيء يتحدث بكل صراحه بكل خلق صح التعبير بالنسبه لطارق ثابت. قال انه صعب جدا انه يشتغل مع خالد بن يحيى باعتبار خالد بن يحيى ياخذ قرارات احاديه، قرارات فرديه، ولا يستشير المساعدين. ممكن انا طارق ثابت اولا لاعب كبير، لاعب متخلق، لاعب خلوق، لاعب نقول تعطيه الثقه، تمنحه لازم تعطيه الثقه. ممكن الخطا انا اقول لما تنتدب مدرب لازم تعطيه خيار باش هو يختار. انا مجال قال طارق ثابت موجود، ممكن يقولوا ما تعداش ببدايتهم فماش، لكن انا دائما نقول الترجي واحنا في الترجي عودونا احنا دائما ما نحكيوش مشاكلنا في التلفزه، دائما مشاكلنا نحبوا نحكيوها غصينا نحكيوه في الترجي الرياضي التونسي. ان شاء الله طارق ثابت، انا نقول طارق ثابت ان شاء الله يلقى فريق في حجم اللاعب هذايا، ونتمنى ان ممكن يلقى الفريق الوطني رب. ممكن ان شاء الله، لانه طارق ثابت اعطى الكثير للكره التونسيه وخصوصا للترجي الرياضي التونسي. وخالد بن يحيى صحيح عنده عقليه، خالد بن يحيى مو سهل، خالد بن يحيى مو سهل، لكن انا اقول يمكن الحاجه ايجابيه في خالد بن يحيى انه انسان منضبط ويحب الانضباط. خساره ما تفهموش هو طارق ثابت، لكن انا اقول حمل المسؤوليه انه لما تنتدب مدرب تعطيه خيار باش معناتها ينتدب المساعدين نتاعو. واضح. على كل باش نرجع لسامي بعد قليل الحديث ايضا عن فخر الدين بن يوسف وعن ممكن العرض اللي كثر عليه الحديث من السيليه.